23 عاما على ارتقاء 13 شهيدا على هبة شعبنا ببلداته وشوارعه وأحيائه في وجه احتلال أدمى القدس والأقصى وكل أرضنا المحتلة. 23 عاما على اقتناص إسرائيل وحكوماتها التلاحم الفلسطيني في جانبي الخط الأخضر لتهدم وتفكك وتتربص بمجتمع اعتقدت أنه نسي للحظة انتماءاته وأولوياته وثوابته الوطنية. أنتم مع بانوراما هذا اليوم وساعة جديدة، هذه أبرز ملفاتها. الجماهير العربية تحيي الذكرى السنوية 23 لهبة القدس والأقصى في مسيرة مركزية بمدينة سخنين في الجليل. بين التأهب والهدوء الحذر، أجواء متفاوتة في البلدات العربية قبل شهر من انتخابات السلطات المحلية في البلاد. وجلسة خاصة في الكنيست تبحث قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وانعكاساته على المجتمع عامة. أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مداولات أمنية بمشاركة وزير الأمن يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وضباط في هيئة الأركان العامة ورئيس الشباك رونين بار وآخرين. وذكرت مصادر إعلامية أن نتنياهو أقصى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذه المداولات، لافتا إلى تكرار استبعاد نتنياهو لبن غفير عن مداولات أمنية تحسبا من تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام. وقال قيادي في حزب الليكود إن الاجتماعات الأمنية التي يتواجد فيها إيتمار بن غفير تبدو كلعبة أولاد. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. هذا واعتدت قوات الاحتلال على المرابطات وأفرغت منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة من الأهالي بالقوة، وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته لتسهيل اقتحام المستوطنين. كما وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي قيودا على دخول الفلسطينيين ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. الآن إلى ملفنا الأول، حيث شارك المئات من المجتمع العربي في المسيرة المركزية بمدينة سخنين إحياء للذكرى السنوية 23 لهبة القدس والأقصى التي استشهد فيها 13 شابا ممن هبوا للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس برصاص الشرطة الإسرائيلية عام 2000. هذا ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات حملت صور الشهداء وأخرى حملت شعارات تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عما ارتكبته الشرطة في هبة القدس والأقصى وحيال تقاعسها في الجريمة المستفحلة بالمجتمع العربي. 23 عاما مضت وما زال الجرح مفتوحا والألم مستمرا، ووقع الأمس كاللحظة التي تجلس فيها والدة الشهيد أحمد صيام من معاوية بجانب ضريح ابنها تقرأ له الفاتحة، فيما قرأ زوجها وصية ابنه الشهيد على مسامع الوفود التي أتت إلى معاوية لوضع إكليل الزهور على الضريح في الذكرى 23 لهبة القدس والأقصى. ابني 23 سنة له، يعني الأم والأب يعني الأهل طبعا ما بنسوا إنه هذا اليوم الحدث، يعني اليوم كأنه هو اليوم ذكرى، هو اليوم استشهد، يعني أنا اليوم أتذكر كل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة بهذا اليوم كيف مر علي. فالحمد لله رب العالمين، يعني إحنا صابرين. نحن نحيي هذه الذكرى كل عام، اللي هي خاصة يعني في الذكرى استشهاد أبنائنا، فهذه الذكرى هي ذكرى عطرة على قلوبنا، ونحن نفتخر ونعتز بأن أهالي شهداء وأن أبنائنا هم شهداء الوطن، شهداء المسجد الأقصى المبارك دفاعا عنه وعن حرمته وشرفه.
وفي أجواء سادها التأثر وإحياء للذكرى 23 لهبة القدس والأقصى والتي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية واللجان الشعبية، تمت زيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية في كل من جت المثلث وأم الفحم ومعاوية والناصرة وكفر كنة وكفر مندى وعرابي وسخنين. طبعا الذكرى التي نودع فيها الشهداء يقدمون أغلى ما يملكه الإنسان وهو حياتهم هي ليست بالأمر الذي يمكن أن يموت أو يذهب، يعني هذا يبقى محفورا في وجدان الناس وفي وجدان الشعب، لأن القضية بذاتها التي استشهد من أجلها هي حاضرة. الشعب الفلسطيني انتفض في القدس، في الضفة، في غزة، وفي الجليل والمثلث والنقب والساحل، وكل أبناء الشعب الفلسطيني دفعوا ثمنا باهظا، ولكنه يبقى ثمنا ضئيلا أمام القضية الأساس وهي قضية شعبنا الكبرى. هذا وانطلقت مسيرة قطرية حاشدة شارك فيها الآلاف من سخنين والمجتمع العربي، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية، وأطلقت فيها الهتافات المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة للسياسات الإسرائيلية التي فجرت هبة القدس والأقصى عام 2000. فيما اختتمت المسيرة القطرية التي انطلقت من منطقة شارع الشهداء ومسجد النور مرورا بشوارع وأحياء سخنين وصولا لمقبرة الشهداء التي يرقد فيها الشهيدان عماد غنايم ووليد أبو صالح من سخنين، حيث اختتمت بمهرجان خطابي. هاي ذكرى اللي موجودة عند كل الناس، يعني كل اللي مرقوا المرحلة اللي تبعت أكتوبر 2000 في ثمن غالي الناس دفعته، 13 شهيد، ولكن كمان في هناك مئات المصابين وفي هناك كان معتقلين. هاي جرح اللي راح يضل معانا، وللأسف الشرطة مستمرة، يعني لم تنتهي عمليات القتل، الشرطة تستمر في استخدام العنف الحي، رصاص الحي تجاه المواطنين، ومن 13 شهيد احنا وصلنا لحوالي 80 شهيد اللي استخدم الرصاص الحي تجاه الذكرى 23 لهبة القدس والأقصى. نتذكرها، هي راسخة عمليا وخالدة في الذاكرة الجماعية لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده هنا في الداخل وفي الشتات وفي الضفة الغربية وغزة وكل أماكن، وعلى الصعيد كمان المجتمعات الإنسانية. هاي الذاكرة لازم احنا نعززها، لأنه نعرف أن المؤسسة الإسرائيلية عملت في مجالين، المجال الأول ألا وهي مصادرة الأرض، وفي نفس الوقت لا نستهين في أهمية مصادرة الحكاية، مصادرة الرواية، ومصادرة عمليا كل التراث. الرسالة التي أتت من وراء إحياء هذه الذكرى هو التأكيد على ما يعني سقط الشهداء من أجله. الشهداء سقطوا من أجل الدفاع عن كرامتهم، عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على حد سواء، عن وجودنا في هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواه. هذا وستبقى الذكرى العطرة للشهداء 13، وهم رامي غرة من جت المثلث، أحمد صيام جبارين من معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد من أم الفحم، وسام يزبك وإياد لوابني وعمر عكاوي من الناصرة، محمد خمايسي من كفر كنة، رامز بوشناق من كفر مندى، عماد غنايم ووليد أبو صالح من سخنين، علاء نصار وأسيل عاصلي من عرابة. ستبقى ذكراهم خالدة وحية في القلوب والوجدان أبد الدهر. لهم جنات الخلود ينعمون فيها، ولأهاليهم وذويهم الصبر والسلوان. مباشرة ينضم إلينا الآن أستاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات الفلسطينية في جامعة حيفا بروفيسور محمود يزبك. أهلا بك بروفيسور. في بادئ الأمر 23 عاما مرت على هبة القدس والأقصى، ما الذي تغير منذ ذلك الحين؟ تغير الكثير. يعني أولا يعني في بداية الأمر دعني أوجه كلمة شكر حقيقة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي تحيي هذه الذكرى كل سنة، وهذه عملية تنظيمية مهمة جدا وتبقى يعني على الأجندة الفلسطينية في الداخل. وبالنسبة للسؤال الذي تفضلت به يا أخ أمير، منذ 23 عام وحتى اليوم تغير كثير في مبنى الجماهير الفلسطينية في الداخل. والقضية الأهم أنه يعني إحنا يعني بنظرة إلى الوراء، وصلت الجماهير الفلسطينية في الداخل في عام 2000
إلى ذروة النضال في تلك الفترة، وهذا يعني ما لم تتوقعه القيادة الإسرائيلية ولا المجتمع الإسرائيلي ولا التنظيمات الإسرائيلية المختلفة، أن نصل إلى هذه الفترة إلى هذا المكان الهام جدا في تاريخ شعبنا. ولذلك كان رد الفعل الإسرائيلي الأمني يعني ردا بالنسبة لنا كجماهير فلسطينية لم يكن متوقعا أن تقوم إسرائيل باستعمال الرصاص الحي وإطلاقه بشكل مباشر على المتظاهرين السلميين في كل المناطق الفلسطينية في الداخل، ويعني استشهاد 13 شاب وجرح العشرات من أبناء شعبنا. منذ ذلك الحين وحتى اليوم يعني هنالك تغير كبير جدا في البنية المجتمعية الفلسطينية التي استطاعت ونجحت المؤسسة الإسرائيلية العميقة بتنفيذ سياسة تفتيت المجتمع الداخلي الفلسطيني، وهذا التفتيت نراه وندفع ثمنه اليوم بالجريمة المتواصلة في مجتمعنا التي أدخلت نوع من أسئلة كبيرة حول يعني وجودنا وحتى في مجموعات معينة، وهذا شيء مؤسف أنه هنالك من دخل اليأس والشك إلى قلبه. ولكن يعني إحياء الذكرى مثلما رأيناها، وعلى الرغم من أنه يعني مشاركة المئات من أبناء شعبنا وخاصة للشباب شاركوا في هذه المسيرات، طبعا هذا قليل بالنسبة لما كان في الذكرى الأولى والذكرى الثانية مثلا حينما كانت تشارك العشرات الآلاف من الجماهير. يعني أنا أذكر السنة الأولى في الذكرى الأولى أو في الذكرى الثانية كان عدد الجماهير التي شاركت فاق 60 أو 70 ألف مشارك. ولذلك يعني هذا دليل على أن هنالك يحدث شيئا ما في البنية المجتمعية، ونأمل أنه نستطيع يعني أن نصحح المسار من جديد، ولأنه مستقبلنا هو بوحدتنا في هذا المجتمع، وهذه الوحدة يجب أن لا يكون يعني أي مجال للشك بأنه موقفنا هو موقف صح، هو الموقف الصح، وهويتنا الفلسطينية هي الهوية الصح في هذه البلاد، ويجب أن لا نتراجع عنها أبدا مهما حدث في هذه البلاد، لأن هذه الهوية هي التي تجمعنا وتربطنا حاضرا ومستقبلا وتاريخيا. تبعا لذلك بروفيسور دعني أسأل، هل ما نعيش اليوم هو ارتدادات مباشرة وتحصيل حاصل لهذه الهبة الوطنية ولهذا الحدث في مجتمعنا العربي، نظرا لأن هناك من يعتقد ويؤمن بشدة بأن إسرائيل دفعت بها هذه الهبة إلى اتخاذ جملة من السياسات التجهيلية والاستعمارية كذلك الأمر؟ أخي أمير، يعني إذا ما رجعنا أحداث، يعني نتحدث عن حوالي ربع قرن، وما رجعنا السياسات الإسرائيلية وكيف بدأت تتطور منذ عام 2000 وحتى اليوم، نجد أنه كان يعني بعد قرارات لجنة أور، بعد توصيات لجنة أور التي أوصت هذه التوصيات على الرغم من أهميتها، لكن الدولة لم تكن بها تفعل شيء. مثلا نحن ما زلنا حتى الآن نتهم دولة إسرائيل بكل مركباتها، لأنه اللجنة القضائية لجنة أور أشارت بأصابع الاتهام إلى أسماء بعينها، أن هذه الأسماء هي المسؤولة عن القتل، وحتى اليوم لم يتم محاكمة أي شخص من هؤلاء القتلة المجرمون. يعني اللجنة الإسرائيلية القضائية هي التي أشارت من هو القاتل بعينه، والدولة تغاضت عن ذلك وأغلقت الملفات. ولذلك اتهامنا ما زال قائما حتى اليوم، نحن نتهم دولة إسرائيل بكل مركباتها. دولة إسرائيل ماذا فعلت؟ قامت بدراسة الأوضاع، كيف تطورت الأوضاع حتى سنة 2000، حتى هذه الهبة، هبة القدس والأقصى، وأرادت بعد ذلك، هنالك يعني توصيات كثيرة من لجان مختلفة في إسرائيلية التي نسميها الدولة العميقة، اللجان في الدولة العميقة، أهم هذه اللجان هو الشباك وكل أدرعية التي أرادت تفكيك المجتمع الفلسطيني من الداخل حتى لا يكون هنالك هبة جديدة كما حدث في أكتوبر 2000. وبعد حوالي 5 سنوات يعني من المداولات في أروقة الدولة، توصلوا إلى قرار بأنه واحد من يعني الطرق الهامة جدا لتفكيك المجتمع من الداخل هو السماح بالسلاح أن يدخل إلى المجتمع الفلسطيني في الداخل. هم يعني في حقيقة الأمر لم يعرفوا كيف سنتصرف نحن بهذا السلاح الذي سيصل إلى مجتمعنا، ووصل السلاح
وبقيت القضية حوالي 5 إلى 6 سنوات وفي بداية 2010 من يلاحظ المتوالية الهندسية التي حصلت في حوالي 2010 بدأت الجرائم، جرائم القتل. وحينما كنا نحذر أنه هذه ليست عنف مجتمعي، يعني هذه ليست قضية خلافات اجتماعية نختلف فيها وقت الواحد الآخر أو يضرب الأحد الآخر، إنما هنا يوجد قضية ممنهجة ومبرمجة داخليا مجتمعيا من قبل الأطراف الخارجية اللي هي الحكومة الإسرائيلية. يعني لم يكن هذا الأمر مفهوما لدى الكثير من الفئات. اليوم الكل مقتنع بأنه ما يحصل في مجتمعنا طبعا هو ارتداد مباشر وقرار مباشر من قبل الحكومة الإسرائيلية لتفتيت مجتمعنا في أعقاب هبة القدس والأقصى في تلك الفترة. لذلك الدرس الذي يعني نجب أن نتعلمه كمجتمع أنه ما يحصل في مجتمعنا هو ليس قضية عنف، إنما هو قضية إجرام، والإجرام مسؤول عنه الدولة، والدولة طبعا لن تنقذنا من هذا العنف إلا إذا نحن قررنا في طريقة ما واتخذنا قرارا ما الذي يؤدي إلى وقف هذه الحالة التي نعيشها الآن. نعم بروفيسور يزبك، بعد 20 عام من هبة القدس والأقصى حدثت كذلك هبة الكرامة، هبة أيار. دعنا نتحدث عن السياق التاريخي العام، ما الفرق بين العناصر، العوامل، الوضع والحالة بين هاتين الهبتين في الوقت القليل المتبقي لو سمحت؟ أولا يعني هبة الكرامة الأخيرة يعني كانت محاولة حقيقية من قبل الشباب أن يتمرد على الوضع الحالي. يعني أنا ننحني جميعا أمام كل من وقف في هذه الهبة الأخيرة، يعني هبة الكرامة، وخرج إلى الشارع وتعرض إلى ما تعرض إليه، واليوم الكثير من هؤلاء يدفعون أثماما ضاهظة بالسجن التعسفي الظالم والظلم الذي يقع على وقع على هؤلاء الشباب. لكن هي قضية تحدي تكالت، يعني الكلمة التي قالتها تلك الانتفاضة الأخيرة للشباب هبتهم الأخيرة، نحن لا نقبل بهذا الوضع ونستطيع أن نتحدى وعلى استعداد حتى أن ندفع أثمانا باهظة لما يحدث. بروفيسور يزبك أعذرني على المقاطعة، دهمنا الوقت، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات الفلسطينية في جامعة حيفا بروفيسور محمود يزبك، شكرا جزيلا. أما الآن فينضم إلينا الناطق بلسان بلدية سخنين وعضو اللجنة الشعبية فيها دكتور غزال أبو ريا. دكتور أهلا بك، سؤالي لك بعد إحياء هذه الذكرى 23، هل نجحت المؤسسة الإسرائيلية في تهميش الهم الفلسطيني، السياق الفلسطيني العام، القضية الفلسطينية عن أجندة الجمهور والجماهير العربية الفلسطينية في الداخل؟ مساء الخير لك والإخوة والأخوات المشاهدين. المؤسسة الإسرائيلية من النكبة حتى اليوم تعمل على تفتيت هويتنا، وكمان يعني تهميش ذاكرتنا الجماعية وتزييد ذاكرتنا الجماعية. أنا أعتقد أنه شعبنا بألف خير ما زال عمليا يعني يحمل رسالة الشهداء، يحمل رسالة المحطات النضالية لشعبنا، سواء يوم الأرض الخالد، هبة القدس والأقصى. وأنا كمان مرة بدي أحيي عمليا كل من شارك في الأمس في كل نشاطات على مدار أسبوع عمليا في سخنين وقرانا المدن العربية. بدي أشكر عمليا كل من حضر، احنا شفنا من كل الأطياف المجتمعية من شعبنا، من كل أجيال الرجال والنساء. وإذا آمنت المؤسسة الإسرائيلية أنه الكبار سيموتون والصغار سينسون، فهذا عمليا يعني الرد. في نفس الوقت أنا بدي أقول أنه يعني قضية المؤسسة الإسرائيلية تعمل على استنزافنا من النكبة لحد اليوم. نحن نعيش ظروف غير عادية، نحن نريد أن نقوم صباحا ونبعث أولادنا أحفادنا للمدرسة، نعمل وندير حياة طبيعية، ولكن المؤسسة الإسرائيلية تخلق لنا دائما أزمات، سواء مع المؤسسة أو أزمات داخلية داخل مجتمعنا، تفتيتنا، تفريقنا، تحويلنا إلى أطياف، إلى حمائل، إلى أطياف معينة. وهذه السياسة يعني ممنهجة ضد الجماهير العربية. أنا أعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يهمش قضيتنا ولا ذاكرتنا الجماعية ولا روايتنا. وأنا كمان مرة بدي أحيي مدرسنا، معلمينا، مربينا اللي طرحوا موضوع الذكرى 23 لهبة القدس الأقصى مع أولادنا في المدارس، لأنه لا يمكن تجاهل المدرسة
لحدث هام في تاريخ ذاكرتنا وروايتنا. دكتور أبو ريا، نظرا لأهمية هذا الحدث، نظرا لأهمية هذه الذكرى واعتبارها أيضا نقطة تحول في تاريخنا كشعب فلسطيني وكمجتمع عربي فلسطيني داخل الخط الأخضر، هل يتم اليوم استثمار هذا الحدث وهذه الذكرى في تشكيل خطاب معاصر ربما للجيل الشاب الجيل الجديد في هذا التوقيت بالتحديد؟ نعم، بدون أدنى شك أنه يعني ما بعد هذا القدس الأقصى هي محطة نضالية هامة في بلور هويتنا الجماعية وهويتنا القومية. وأنا يعني لشبابنا، وطبيعي رسالة لشبابنا للجيل الصغير عملياً، أنه نحن كجماهير عربية يعني نكمل حتى اليوم نحن ننظر من أجل هدفين أساسيين مركزيين. الهدف الأول هو عملياً أنه إحنا نحافظ على هويتنا، نحافظ على حضارتنا، في نفس الوقت ننتزع عملياً يعني حقوقنا من المؤسسة الإسرائيلية اللي هي يعني قادعة في ثقافة التمييز ضد جماهيرنا وضد مجتمعنا في كل المجالات. وفي نفس الوقت إحنا بنخاطب يعني كمان شبابنا أنه إحنا يعني واجبنا أنه نناضل عملياً بكل السبل الديمقراطية من أجل أنه شعبنا الفلسطيني أقيم دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. وإحنا مرات بنسمع من المؤسسة الإسرائيلية أخ أمير أنه يعني ليش أنتوا بكتبوا القضية الفلسطينية، ولكن إحنا بنقول شغلة واحدة، هذا شعبنا وهذا عملياً قضيتنا، يجب كنس الاحتلال، احتلال الضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية. وأنا بوجه لشبابنا، بوجه كمان يعني لكل أهلنا، ما نشتري ما نتبنى يعني هذا التحريض من المؤسسة الإسرائيلية. ما معنى المؤسسة الإسرائيلية كل يوم بتحرض على أعضاء الكنيسة العرب، بتحرض على المتابعة، بتحرض على اللجنة القطرية، على مؤسساتنا، على سقوفنا المهنية والشعبية، على اللجان الشعبية. يجب أن لا يعني نتبنى مثل هذا الموقف. وكمان في مرات يعني حتى، لكن مع كل هذا التحريض دكتور أبو ريا، يعني لهذه الجهات التي تمثل مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل كلجنة المتابعة وحتى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، هناك قوة معينة، هناك مقولة وقول واضح وقرار واضح يكسبها قوة في أوساط المواطنين العرب، أليس كذلك؟ بدون أدنى شك إحنا يعني لازم نحترم، وكمان يعني مؤسساتنا القطرية ولا سمح الله تفتيت عملية مؤسساتنا القطرية بخطوة متقدمة في تفتيت المجتمع. أنا بسمع يعني في السنوات الأخيرة هناك المؤسسات الإسرائيلية يعني كأنه حظر يعني لجنة المتابعة وكان مرات اللجنة القطرية، هذا أمر خطير جدا. كيف تحضر اليوم يعني وتخرج يعني خارج القانون يعني كما عملوا مع حركات يعني في مجتمعنا، مع أنه مع حركات معينة إخراجها خارج القانون والمضايقة والتضييق عليها. احنا الشعب اللي له مؤسساته، ولازم عمليا انه احنا نقف مع مؤسساتنا ونقف مع يعني طبيعه المتابعه والقطرية، وهذا مفتوح يعني كما اتفق مع الاخ السعيد محمد بركي. مهم جدا انه اذا حدا عنده راي، اذا في مثلا يعني نقد ياتي من مكان ايجابي للتحسين مهم جدا. انا لما بسمع اليوم بعض الاخوه يقولوا ايه يعني مثلا المسيره او المظاهره، المظاهره تبقى عملياً وسيلة شعبية اللي فيها دفع الحوافز وكمان في نفس الوقت بطبيعة الحال نرفع صوتنا. نعم. وعلينا أن كمان مرة للمرة الرابعة مقولة أن لا نسوق ولا نتبنى مقولة المؤسسة الإسرائيلية التي تسعى جاهدة بشكل منهجي عبر كل السنوات إلى تفتيتنا وزرع التشكيك في داخلنا. نحن مجتمع له حلمه وله رؤيته وله أهدافه. أشكرك الناطق بلسان بلدية سخنين وعضو لجنة الشعبية فيها دكتور غزال أبو ريا، شكرا جزيلا. إلى ملفنا الثاني، حيث تسود البلدات العربية أجواء متفاوتة بين التأهب والهدوء الحذر، وذلك قبل شهر من انتخابات السلطات المحلية في البلاد، فيما يؤكد مراقبون أن المرشح الذي سينجح في هذه الانتخابات في كل بلدة ستلقى عليه مسؤولية كبيرة في ظل الأزمات التي يعيشها مجتمعنا العربي. في خضم الصراعات التي يعيشها المجتمع العربي، يشهد المجتمع في نهاية شهر تشرين الأول الجاري انتخابات السلطات المحلية، أجواء هادئة نسبة لدورات انتخابية سابقة وصمت يخيم على شوارع البلدات التي امتلأت بصور المرشحين
فيما يعلق أبناء المجتمع العربي آمالهم على هذه الدورة الانتخابية بتغيير الواقع الحالي. في هاي فترة انتخابات وبعدين في هذا القتل كل يوم 5 و10 كل يوم يعني حوادث قتل هاي مستمرة. بنعمل انه هاي توقف هاي الأعمال يعني هاي بالزمانات ما كانتش تذكر يعني بالسنة تايم قتل واحد أو اثنين اليوم يوميا عم تسمع حوادث قتل في الوسط العربي. مجتمعنا تعبان كتير لازم كتير تتطور مش أشياء هي كتير تطور مجتمعنا المزبوط عندنا كتير يعني راجع لورا كتير لازم كتير يتقدم يكون في توعية يكون في هيك يعني من الأهل ينبهوا أولادهم راح أجل عندنا مجتمع كتير تعبان يعني كتير بده إصلاح. ويؤكد المواطنون بأن المرشح الذي سيحظى بالنجاح في هذه الانتخابات ستلقى عليه مسؤولية كبيرة بصنع التغيير خاصة في ظل الأزمات التي يعيشها المجتمع. لازم يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. اترك طائفية، اترك حمولة، اترك هذا الرجل مناسب يكون في محله يطلع صحتين يعطي إشي تقدم ويعطي للشباب الصغيرة هاي مش كرسي مملكي قاعدين عليها. في كتير شباب متعلمي، في شباب بالتقفة بدها تتقدم بس بعطوهاش. يكون في عدالة، مش هذا له حق وهذاك مالوش حق. أنا وياك نفس الإشي، أنت من الناصري وأنا من الناصري، لازم كل واحد يأخذ حقه واللي عليه واجب يدفعه كمان نفس الوقت، مش بس نصوت وما ندفعش، لا ندفع حقه. توفير الخدمات وخلق مشاريع تطويرية والمساهمة بنقل المجتمع لمكان أفضل، كل ذلك وأكثر هي مطالب مجتمع شهد في السنوات الأخيرة أزمات خانقة. أما من جهة أخرى فينظر المواطنون لهذه الدورة الانتخابية بأعين ترقب وحذر، ما يعكس أجواء خوف من المجهول القريب. مباشرة ينضم إلينا الآن المختص في القانون والسياسات العامة المحامي رضا جابر، أهلا بك سيدي. إذن التقرير وصف هذه المرحلة، هذا التوقيت، شهر قبل انتخابات السلطات المحلية بحالة من الترقب والهدوء الحذر، هل لك أن توصف ربما المشهد اليوم بكلمات أخرى بتقديرك؟ يعني هناك مفارقة، يعني هذا الهدوء ليس الهدوء المطلوب الذي نحن نريده كمجتمع. هناك عملية انتخابية وتنافس يكون بدون مشاحنات وبدون عنف وهكذا، يكون بعملية طبيعية. الذي يحدث الآن أنه هذا الهدوء هو هدوء يتسم بانسحاب الناس من الشأن العام، انعدام ثقتهم في العملية الانتخابية، وأنه هذا الانتخاب بسبب ظروفه أو بسبب يعني العمليات الانتخابية السابقة مرشحوهم أو مثلا رؤساء المجالس الذين لم ينجحوا في توفير الأمان أو توفير المتطلبات لبلداتهم، إن هناك يعني شعور بانعدام الثقة في هذه العملية الانتخابية، وهذا الشعور هو الذي يعني بعملية مبطنة داخل هذا الهدوء. ولذلك نحن أمام حالي باعتقادي حالي رهيب، إنه الناس الآن فقدوا ثقتهم في العمل السياسي، فقدوا المعنى في العمل السياسي، وتركوا الساحة لمجموعات معينة داخل بلداتهم. وأنا لا أعمم، يعني هناك بلدات هناك مرشحون جيدون وهناك عملية تنافس جدية، ولكن الأغلب إنه داخل مجتمعنا يعني هناك تركت الساحة للناس لا يستطيعون أن يقودوا بلداتهم بشكل جيد. وهناك أيضا بلدات مثلا لا يوجد فيها هدوء انتخابي، والتنافس يصل إلى ذروات سيئة جدا، وهي نذير شؤم على هذه البلدات. وهذا يدفعني لأن أسألك أستاذ رضا، هل هذا الانسحاب الشعبي ربما الذي يشكل حالة من الهدوء الانتخابي بدافع غياب الثقة بمرشحين وأشخاص سابقين، أو بدافع الخوف والقلق مما يحدث في الشارع العربي، العنف، الجريمة، انتشار السلاح؟ يعني يمكن أن يكون موضوع العنف
سبب لأنه بعض المرشحين الجيدين كان ممكن أن يعني يضيفوا لبلداتهم انسحبوا من المعركة أو لا لم يفكروا بتاتا في دخول هذه المعركة بسبب هذه الحالة العنف. ولكن أنا لا أعتقد بأنه هذا هو الموضوع، ليس حالة الخوف أو هكذا، الموضوع هو أعمق من ذلك. الموضوع هو هذا الشعور بأنه العمل السياسي داخل بلداتنا العربية بسبب التركيبات الداخلية، وأنه هذه التركيبات تنتج دائما سياسة من نوع معين هي لا تفيد البلدات، لا تعطي للمواطنين ولا عدالة اجتماعية ولا عدالة توزيعية ولا عدالة في الخدمات. ولذلك هذا الشعور العميق بأنه هذه العملية السياسية يعني هم ليسوا جزء منها، ولذلك هذا الانسحاب من هذه العملية. وهذا موضوع خطير جدا، لأنه كما أسلف هو يعطي المساحة الآن ويترك العمل السياسي من أيدي الناس الذين يعني قلبهم على بلداتهم، ويعطي الإمكانية لناس يعني تريد يعني أن تأخذ بلداتها، تقتنص خيراتها، ويعني الفساد سيكون هو. لكن سيدي هذه الحالة تتناقض مع النظرية التي طالما آمنا بها وتحدثنا عنها في عقود منصرمة وعقود مضت، بأن المواطن العربي يميل إلى المشاركة في انتخابات السلطات المحلية أكثر ربما من انتخابات الكنيسة، لأنه يؤمن بإمكانه التأثير أكثر داخليا من قطريا. إذن هذه النظرية تسقط في هذا التوقيت، أليس كذلك؟ هذا الشيء الخطير، لأنه المجالس المحلية يجب أن تعوض الناس بمشكلتهم في انتمائهم إلى الدولة، وأنه الدولة تتصرف معهم بتمييز وتتصرف معهم بإقصاء بالمعنى العميق للهوية تعيين. الآن المجالس المحلية العربية كان من المفروض أن تعود المواطن العربي هذا البعد الهوياتي، أن تبني المواطنة المحلية بشكل أنك أنت تنتمي إلى شيء يعني يتجاوزك ويتجاوز انتماءاتك الشخصية وانتماءاتك العائلية أو الطائفية وهكذا. الذي حدث أنه بلداتنا لم تفعل ذلك، ليس البلدات، من لم يفعل ذلك هم النخب السياسية داخل مجتمعنا اللي هم بقوا بعقلية تقليدية، ولذلك لم يطوروا أدائهم، لم يطوروا تفكيرهم السياسي. ولذلك هذا النزوع الآن إنه نحن يعني موجودين في أزمة في عمق الانتماءات تعيتنا، إنه حتى الانتماء إلى البلد الآن أصبح بمأزق، ولذلك المواطن يشعر باغتراب، يشعر بنوع من الابتعاد عن في أقل من نصف دقيقة. نحن نتحدث عن حالة للمواطن العربي، للعربي في البلاد لن يكون صوت في المرحلة القادمة، ليس كذلك؟ ولذلك الدعوة إذا معنا دقيقة إنه الدعوة الآن إنه لا، إنه تكون هناك نخب سياسية شبابية وأيضا ناس يستطيعون أن يقلبوا هذه المعادلة وأن يستغلوا بين قوسين، يستغلوا هذه الحالة الاجتماعية. الناس الآن تريد من يأخذها من هذه الحالة وهذا البعد التقليدي للعملية الانتخابية التي فشلا ذريعا الآن، ونتائجها وخيمة على مجتمعنا. إنه هؤلاء إذا لا يستطيعوا هاي الفترة أن يجندوا أنفسهم لعمل سياسي بنوع آخر، إنه يفعلوا ذلك خلال السنوات القادمة بأن ينظموا صفوفهم، لأن المعركة على مجتمعنا هي ليست معركة فقط في الانتخابات، هي بعد الانتخابات مباشرة هناك معركة على مجتمعنا، على هوية مجتمعنا، على انتمائه لبلده وهكذا. لذلك الآن الدعوة إنه لا نترك الساحة فارغة لناس، وأنا أقولها الآن بشكل واضح وليسمعني الجميع، يعني مجتمعنا يختطف من مجموعة من المستفيدين المصلحجيين في كثير من البلدات اللي يأخذوا مجتمعنا ويختطفوا مقدراته ويتركوا هذا المجتمع عرضة للعنف وللفساد وهكذا. ولذلك الآن معركة حقيقية ليست فقط اتجاه الدولة، وهي معركة اتجاه الدولة، ولكن المعركة هي داخلية، لأنه بدون هذه المعركة أو الفوز بالمعركة الداخلية لم نستطيع أن نواجه أي شيء خارجي
عنا. أشكرك جزيل الشكر المحامي رضا جابر المختص في القانون والسياسات العامة، شكرا جزيلا. إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم، حيث حذر معهد الأمن القومي في إسرائيل لجنة الخارجية والأمن من أن تشريع القانون سيجعل تجنب الخدمة العسكرية الإسرائيلية أمرا مشروعا، كما أن الأضرار التي ستلحق بالجيش سيكون لها مدى بعيد. وجاء ذلك خلال جلسة خاصة في الكنيسة بحثت مخاطر قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية وانعكاساته على المجتمع الإسرائيلي. في منتصف شهر أكتوبر تبدأ الدورة الشتوية للكنيسة، ومعها يعود الصراع من جديد حول قانون التجنيد. بموجبه يريد الحاردين إعفاء أبنائهم من تقديم الخدمة العسكرية في الوقت الذي يجبر العلمانيون على أدائها، وهو ما يهدد نموذج جيش الشعب. وأخوك خداش بطيرتهم كبير بجيل 21 و... וזה אומר בעצם שהם פטורים מגיוס. מה שאומר שהשוויון פה בארץ נגמר. אין שוויון יותר. יש שווים ויש שווים יותר. החרדים שווים, והלא חרדים שווים הרבה הרבה פחות. זאת לא דמוקרטיה. معهد الأمن القومي في إسرائيل حذر لجنتي الخارجية والأمن من أن تشريع القانون سيجعل تجنب الخدمة العسكرية أمراً مشروعاً. هذا ما تبين من استطلاع رأي أجراه المعهد، والأضرار التي ستلحق بالجيش سيكون لها مدى بعيد. من ناحية الدوائر العسكرية يتعلق فيما يعتبر بالرفض غير المعلن عنه، بمعنى أن يؤدي هذا القانون إلى التملص من الخدمة العسكرية، إما لأسباب طبية أو لأسباب سيكولوجية كما حدث في الماضي أيضا، أو كذلك الامتناع عن التطوع للوحدات القتالية الرائدة. ومن المتوقع أن تشريع هذا القانون سيعيد إلى الشارع الاحتجاجات بزخم أكبر. تشريع القانون بالنسبة للحريديم تاريخيا كان سبب دخولهم إلى المعترك السياسي، وبسببه أيضا تفككت حكومات عديدة، وفي حكومة نتنياهو لا يجعل النواب الحريديم من هذه المسألة هامشية أو قابلة للتفاوض بإصرارهم على تشريعه وتهديدهم بفك الحكومة فيما لم يلتزم بنيامين نتنياهو بالاتفاقيات الائتلافية. مباشرة ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشؤون الإسرائيلية دكتور سليم بريك، أهلا بك دكتور. في بادئ الأمر دعنا ربما نضع جانبا كل ما يتعلق بمبدأ عدم المساواة، غياب الديمقراطية التي تتحدث عنه المعارضة الإسرائيلية اليوم، وخليني أسأل بصراحة، هل الطبقة الحاكمة الإسرائيلية على مدار عقود، وهل المعارضة الموجودة اليوم في إسرائيل تريد فعلا أن يخدم الحريديين في الجيش؟ السؤال حقيقة معقد، يعني كان لازم نبدأ بالإجابة عليه من سنوات إقامة الدولة، أو حتى قبل بكثير من إقامة الدولة، ما يسمى فترة الكفتيشوف. وهناك طبعا الحريديين عارضوا مجرد قيام دولة إسرائيل، واعتقدوا أنه هذا سيبعد المسيح من ناحية، ومن ناحية ثانية المرأة بالحركة الصهيونية حركة معادية لليهودية. وفي نهاية المطاف كان هناك نوع من الاتفاق أن الحركة الصهيونية تترك الحريديم يعيشون حياتهم كما هم يريدون، ولا يتدخلوا في حياتهم وبأسلوب حياتهم. وعمليا بن غوريون لكي يثبت هذا الكلام أعطى إعفاء ل 400 أبرخ حريدي متعلم دين حريدي، والامور يعني صارت على هذا الاساس. الان اولا يعني اذا نحن بنفحص ماذا يريد الجيش، الجيش لا يريد الحريديم في الجيش، ولكن القضيه هي قضيه قانون ومساواه امام القانون، ولكن ليست قضيه ان الجيش يريد الحريديم. اولا الجيش اليوم موجود يعني بوضع ما يسمى السداك يتم، او يعني عدد الجنود في الجيش او المجندين للجيش اكثر مما حتى يحتاجه الجيش. اليوم الحروب لم تعد كما كانت في الماضي تستند على الكثير من الجنود، اليوم أكثر هي تستند على تكنولوجيا وعلى هذه الأمور أولا. وثانيا الحريديم عادة عندما يدخلون الجيش، ونحن رأينا مثلا
احدى الوحدات اللي كانت مركبه من الحالدين في الجيش، يميزها اولا انهم متطرفين جدا، ثانيا غير نظاميين، وثالثا يطالبون بتشدد ديني والتزمت ديني مبالغ فيه في الوحدات العسكريه، وهذا يسبب عمليا لمشاكل كثيره في قلب الوحدات العسكريه نفسها. ولذلك باعتقادي ان الجيش كان يفضل ان لا يدخل الحالدين في الجيش، ولكن السؤال الاكبر هو اعفاء الحالدين من الجيش بشكل او باخر لكي يستطيعوا الخروج الى العمل. هذا هو السؤال المركزي الذي يشغل بال السياسيين، لان الحالدين اليوم هم عمليا ما يثقل كاهل المجتمع الاسرائيلي. يعني بشكل عام نحن نعمل في خدمه الحالدين لكي يعيشوا، والحالدين تحولوا لطفيليين يستغلون المجتمع. والان السبب الاخر للتشدد في المطالب من الحالدين هو عمليا دعنا نقول بصراحه نوع الوقاحه التي تميزهم. يعني هم لا يريدون الخدمه في الجيش، ولكن هم اكثر متطرفين في الحكومات، هم اكثر من يعادون العرب، هم اكثر من ينادون للحروب. يعني لا يمكن ان تكون انت من ناحيه لا تريد ان تحارب، ومن ناحيه اخرى تدفع بالاخرين ليحاربوا من اجلك، ثم تتحدث إليهم باستعلاء. وهذا يدفعني لأن أسأل بشكل واضح دكتور سليم بريك، هل المشكلة والجدل والنقاش الدائر بخصوص قانون إعفاء الحريديين من الجيش ينبع من أن المعارضة فعلا مستاءة من مبدأ اللامساواة وغياب الديمقراطية، أم المشكلة تنبع من أن قوات الجيش الإسرائيلي اليوم ترفض أن تتلقى أوامر من أشخاص أصلا لم يخدموا في الجيش الإسرائيلي وليس لهم باع في الجيش الإسرائيلي كوزير الوزير في وزارة الأمن مثل سموتريتش أو حتى إيتمار بن غفير أو غيرهم؟ لا، اولا يعني من ناحيه نظاميه الجيش يخضع لقانون اساس الجيش اللي مر 75 عمليا كمان بعد حرب 73 وكنتيجه لحرب 73، والجيش يخضع لحكومه اسرائيل بواسطه وزير الدفاع. يعني من هاي الناحيه، من ناحيه القوانين الدستوريه لا توجد مشكله. وسموتريتش وزير في وزاره الدفاع او الامن. نعم، هذا وزير المستعمرات عمليا، ونعم هذا قسم من المشكله. انا بعتقد يعني ملاحظتك هذا الموضوع اكيد في محله، ولكن انا ساتطرق لهذا الموضوع فيما بعد. المشكله الحاليه مع الحالدين، اولا المطالب المتزايده للحالدين، يعني لا يمكن ان تطالب فقط. القضيه الثانيه، اسرائيل يعني حاولت لفتره طويله ومنذ بدايه سنوات ال 2000 ان تدخل العرب بما يسمى الخدمه المدنيه، والآن يوجد على الأقل بضعة مئات من المواطنين العرب في الخدمة المدنية. نعم. هم يقولون بأن هذا شريطة الحصول على المساواة، مع أنه حسب القانون يجب أن تكون المساواة على مجرد المواطن وليس الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية. الآن ماذا سيقولون؟ إذا كان الحالدين لا يخدمون، فإذا لماذا العرب يجب أن يخدموا الخدمة المدنية؟ هي نقطة. النقطة الثانية، العلمانيين سيقولون نحن لسنا كما كنا في الماضي المستغلين. الآن في هناك حديث في المجتمع الليبرالي بأن الحريدين يستغلون المجتمع الليبرالي. هذا الحديث انفتح بشكل فجر بقدر أقول في الفترة الأخيرة، ولذلك هذا يؤجج النقاش. الآن طبعا القضية ليست بسيطة، هي بدأت من سنوات التسعين، كانت لجنة تال وكانت هناك لجان أخرى. بال 2012 المحكمة العليا بأمر للحكومة يجب أن تنسخ قانون واضح بالنسبة للحريدين. الآن حتى هذه اللحظة كانت عدة لجان، لجنة شاكيت كانت أقرب إلى الحل في هذا الموضوع، ولكن في نهاية المطاف لم يتم الحل. الآن السؤال طبعا السؤال أيضا في الحكومة الحالية، يعني هل الحكومة تستطيع أن تسمح لنفسها أن لا تحل هذه المشكلة، أم أن تعطي عفو كامل للحالدين كما يطالب المتدينين المتزمتين الذين لا يجلسون في الكنيسة بالمناسبة؟ الآن أنتقل إلى السؤال اللي حضرتك سألتني، وهي سؤال مهم جدا على عجالة لو سمحت. إن الطابق الأعلى للنقاش هو تحويل الجيش لجيش يمين وليس لجيش ما يسمى جيش الشعب سباها عام. لماذا؟ لأنه نتنياهو يريد أن يتحكم في الجيش والمستوطنين. يعني هذا بذكرنا كمان بالفرمخت الألماني في سنوات الثلاثين. طبعا لا أقارن بين إسرائيل وألمانيا النازية، ولكن أقول بأن هذا كان طبعا واحد من الأمور اللي قام فيها هتلر عندما وصل الحكم، هو أن تحويل الجيش لجيش الحكم وليس لجيش الشعب. دكتور بريك، اعذرني على المقاطعة، دهمنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة والإيضاحات، كذلك الأمر المختص في الشأن الإسرائيلي وأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا.
شجعت جماهير غفيرة في مدينة راحة جثمان الشيخ عيد أبو حسان الزيادين رجل الإصلاح السبعيني الذي قتل ليلة الجمعة من جراء إطلاق عيارات نارية عليه قرب منطقة في المدينة. هذا ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن. في مقبرة المشاش بقرية واد النعم شيعت جماهير غفيرة مساء الأحد جثمان المغدور الشيخ عيد أبو حسان الزيادين رجل الإصلاح السبعيني الذي قتل ليلة الجمعة من جراء إطلاق عيارات نارية عليه قرب منطقة أم خشرم شمال غرب مدينة رهط بالنقب إثر جريمته ثأر. أول شيء أنا بترحم على الشيخ عيد أبو حسان، طبعا هذا من وجهاء النقب ووجهائنا ورجل إصلاح ورجل محترم رحمة الله عليه، قضى إلى رب الله يرحمه. ولكن بالنسبة للعنف المستشري في الوسط العربي، هذا العنف مدمر، هذا العنف إذا بيستمر راح يستنزف طاقات الجميع. أنا من هذا الموقع من مدخل قرية واد النعم على جنب خط 40 بناشد مجتمعنا في الجنوب أن يكون في صحوة وفي هبة من أجل أن نتكاتف وكل الجهود تتضافر من أجل وقف العنف. احنا بنترحم أبو حسان وبندعو الشباب والشياب أن هذا العنف ما يصير، واحنا مش فضل حاجات زي هذه، احنا إن شاء الله مسلمين الحمد لله رب العالمين ما نسوي الحاجات هذه. هذا يعني احنا أولادنا بضيعوا واحنا بنضيع، ويعني ديننا ما بيطالب بالحاجه، ديننا بيطالب بس التسامح. شايف كيف؟ يعني الدين اللهم صل على سيدنا محمد الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم تهدم الكعبه حجر حجر ولا دم مسلم، اراقة دم مسلم. وبلغ عدد القتلى في النقب 18 ضحيه منذ مطلع العام، وهو نحو 10% من مجموع القتلى العربي في الداخل، حيث قدم مدير عام مركز أمان المعني بالحد من العنف وضمان أمن وسلامة المواطنين العرب مذكرة إلى الأمم المتحدة لتسليط الضوء على ازدياد عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، ما يحتم قيام السلطات الإسرائيلية بدورها في حماية مواطنيها. بحكي بالنسبة للقتل والدم اللي بيصير في الشارع العربي في مواطنين إسرائيل عرب 48، الدم هذا هدر دم. وزير الأمن الداخلي بيفتخر إنه بهد البيوت بدل ما يمنع الدم هذا. كل يوم عندنا سفك دماء فوق مقبلين على 200 بني آدم ودم يموتوا، وهذا بيفتخر إنه بهد بيوت البدو. وما في تعليق، إحنا ما في عندنا أمن، والوزير هذا ضدنا وضد أمننا، بس مشتاق لدمنا يفكر فيه وبيسيل. وفيما صرح وزير الأمن الداخلي السابق عمر بارليف أن خليفته إيتمار بن غفير هو وزير التيك توك وغير مؤهل وشعبوي، أعلنت شرطة لواء الجنوب أنها قامت بحملة واسعة النطاق في مدينة رهط والنقب عامة لجمع الأسلحة التي تستخدم في الصراع بين العائلات، حيث يبلغ عددها 60 نزاعاً بينها 21 نزاعاً قابلاً للانفجار. عبر الهاتف ينضم إلينا الآن مسؤول لجان إفشاء السلام في منطقة المثلث الجنوبي الشيخ خيري إسكندر. أهلا بك فضيلة الشيخ. إذن كيف تنظر وبأي عين تنظر إلى هذا الانفلات، حيث أن الجريمة باتت أيضا تصل لرجال الإصلاح، رجال إفشاء السلام في مجتمعنا العربي وفي مختلف المناطق؟ نعم، مع الأسف الشديد، يعني بدلا من أن يكونوا رجال الإصلاح كما نردد دائما كالملوك، يجب أن نضعهم ونضع تيجان على رؤوسهم ونضعهم تيجان على رؤوسنا، لأنهم يعملون ليل نهار لإنقاذ هذا المجتمع مما هم فيه. اليوم يعني نتعرض، ليست المصيبة الكبرى أنه يوجد عنف وجريمة في وسط العربي، هذه مصيبة وكارثة تكاد تأخذ بنا إلى هوية سحيقة لا ندري أو لا يدري مداها إلا الله عز وجل. لكن المصيبة الأكبر من ذلك أن الرجال الذين يتصدرون الصلح في هذه النزاعات الموجودة في مجتمعنا
مع الأسف الشديد يتعرضون للقتل ويختارون من بين الناس لأنهم يعملون في الصلح ولأنهم من أفضل الناس الموجودين في مجتمعنا ويقتلون. يعني ما هذا الذي يحدث؟ أين ذهبت عقولنا؟ لماذا وصلنا ووصل مجتمعنا إلى مثل هذا الحد؟ ما الذي جعلنا نقتل أعز ما نملك وهم رجال الإصلاح في مجتمعنا؟ طب ما العمل مع هذا الواقع المركب المعقد الصعب أنه حتى رجال إفشاء السلام والإصلاح باتوا معرضين للخطر؟ ما العمل؟ يعني العمل أولا يجب أن نستمر في عملنا. رجال الإصلاح يجب أن يستمروا ولا ييأسوا ولا يتراجعوا، لأن إذا رجال الإصلاح تراجعوا في مجتمعنا، مجتمعنا سوف يغرق ويغرق ويغرق أكثر في الدماء وفي الديون وفي الفساد المطبق الذي يخطط لهذا المجتمع أن يكون فيه مع الأسف الشديد. ولكن إذا أحجم هؤلاء الرجال وخافوا من المصير الذي لقيه هذا الرجل السبعيني الكريم العفيف الرجل الإصلاح في منطقة النقب، ماذا يمكن أن نفعل؟ من أين نجد رجال يقفون فعلا وهذا السؤال ويأخذون بيد مجتمعنا إلى شاطئ الأمان؟ من أين؟ فعلا هذا السؤال مطروح على الطاولة للأسف. أشكرك جزيل الشكر مسؤول لجان إفشاء السلام في المثلث الجنوبي الشيخ خير اسكندر، حياك الله. الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتحدث عن اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، كما نعرج على مقال يتناول الاقتصاد الإسرائيلي وما يعيشه من أزمات وارتدادات. إذن اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال عيد العرش من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد. دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة أفادت بأن ما يزيد عن 420 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات متتالية، فيما أدت مجموعة من المستوطنين سجودا ملحميا داخل باحات المسجد الأقصى وارتدت زي الكهنة. وفي تفاعلات الفلسطيني يقتل ويسفك دمه على أبواب المسجد الأقصى، والمستوطن يرقص ويغني ويفرح ويشتم الرسول محمد على عتبات المسجد وبحماية من شرطة الاحتلال. في تغريدة أخرى، أيها المرابطون في المسجد الأقصى أنتم أهل لها، لن يكون الأقصى وحيدا، أقصاكم يدنس، وهاشتاغ أيضا الأقصى في خطر. كذلك قال صاحب هذا الحساب، بشكل تدريجي استطاع الصهاينة خلال 20 عام قتل الوعي الفلسطيني والعربي فيما يخص الأقصى، السؤال كيف سيكون الحال بعد 20 عاما أخرى؟ الأقصى يستغيث، هذا هو الهاشتاغ. الآن إلى مقال نشر في صحيفة هآرتس وذي ماركر تحت عنوان الاقتصاد الإسرائيلي ركض وراء الدولار والأسهم الأجنبية وسفر غير مسبوق إلى الخارج. هذا المقال يستعرض الارتدادات المباشرة للأزمة السياسية الإسرائيلية وخطط إضعاف جهاز القضاء على المشهد الاقتصادي ومساعي المستثمرين لإخراج أموالهم من البلاد. ومن المقال دعوني أقتبس، وصول الجمهور الإسرائيلي إلى الأصول المالية في الخارج والعملات الأجنبية بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وسبب ذلك الرئيس هو الانقلاب النظامي الذي تحاول الحكومة
تسويقه. كذلك يذكر المقال سبب ارتفاع نسبة الأصول المالية في الخارج والعملات الأجنبية هو بالأساس الارتفاع الكبير في ثمن الأصول في الخارج مقارنة مع معدل الارتفاع في بورصة تل أبيب وانخفاض سعر الشيكل وزيادة الاستثمارات في الخارج. الثلاثة نتيجة مباشرة لعدم اليقين بسبب خطة إضعاف جهاز القضاء. ويختتم المقال بالقول الواضح في هذه الحالة أن على الحكومة أن تعرض مرشحا مهنيا ليحل محل محافظ بنك إسرائيل المركزي على الفور، وأن تراه الأسواق شخصا قادرا ولديه قدرة على الصمود أمام مختلف الضغوط. وبهذا نصل ختام بانوراما لهذا اليوم. هذه تحياتي لكم أينما حللتم، وإلى اللقاء.